أناب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى لافتتاح الكاتدرائية الكاثوليكية الجديدة في عوالي. وجرى ذلك بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وضيوف البلاد وكبار المسؤولين والمدعوين ورئيس وأعضاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي والشخصيات الدينية ورؤساء الكنائس. وخلال حفل الافتتاح نقل سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، واعتزاز جلالته بهذا الحدث الهام لافتتاح الكنيسة الكاثوليكية لتصبح أكبر كاتدرائية في منطقة الخليج العربي وتحقيق رؤية جلالته المستنيرة في التقارب بين الأديان والثقافات، والتي تأتي ضمن المسيرة التنموية الشاملة لجلالته وتمثل التزام مملكة البحرين ومبدأها في إرساء وتعزيز الحوار بين الأديان والتفاهم بين مختلف الثقافات والحضارات ونشر قيم الأخوة الإنسانية والتعايش بين الجميع. ونقل سموه حرص واهتمام صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله على ترسيخ مكانة مملكة البحرين كبلد حضاري رائد للتسامح بين الشعوب والأديان، حتى باتت قدوة ونموذجا يحتذى به في التسامح والتعايش، مشيرا سموه إلى دعم جلالته لكافة الجهود الوثيقة نحو تحقيق الأخوة الإنسانية ومبادئها السامية والمساعي الحميدة والجهود الدؤوبة من أجل ضمان مستقبل أكثر ازدهارا ورخاء للبشرية بأسرها، ونبذ التطرف والعنف وخطاب الكراهية والتعصب وتوطيد أواصر التعاون والصداقة بين مختلف الدول والشعوب في إطار الاحترام المتبادل. وألقى المطران بول هندر النائب الرسولي في جنوب شبه الجزيرة العربية والمدبر الرسولي في شمال شبه الجزيرة العربية كلمة نقل خلالها تحيات وأمنيات قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى جلالة الملك المفدى وامتنان المجتمع الكاثوليكي في المنطقة، منوها بإسهامات جلالته وعطائه وما حققه جلالته للمحافظة على نهج التقارب والتعايش والتسامح مع الجميع. من جانبه قال معالي الشيخ الدكتور خالد بن خليفة الخليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي إن افتتاح الكاتدرائية الجديدة يحقق سجلا مضيئا مشرقا في تاريخ البحرين الحديث في عهد جلالة الملك المفدى، وبداية مرحلة متقدمة من العمل المجتمعي للمؤسسات الدينية في المملكة التي يعرف قائدها عالميا بأنه الراعي والداعم الأول للتسامح والتعايش السلمي وحرية الأديان والمعتقدات. وتسلم سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة هدية تذكارية من الكاردينال لويس أنطونيو تاجل محافظ الفاتيكان ممثل البابا فرانسيس بهذه المناسبة. واستمع سموه خلال الافتتاح إلى شرح من المسؤولين والقائمين على مشروع بناء هذا الصرح المتميز للكاتدرائية الكاثوليكية الجديدة في المملكة ومراحل بنائها.
مملكة البحرين تزخر بتاريخ طويل وعريق من التسامح والتعايش السلمي واحترام الآخر واحترام جميع الأديان والمعتقدات، وبفضل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الفدة، نجحت المملكة في احتضان جميع المكونات الدينية بفضل ما تتمتع به من بيئة اجتماعية مشجعة على الحياة والعيش الكريم فيها، وتمثل ملتقا فكريا وحضاريا لممارسة الأديان بكل حرية وطمأنينة. الرسالة التي نبعثها نحن في البحرين للعالم الخارجي بأن البحرين بها حرية أديان ومفتوحة لكل العالم، ولا ننسى أن أهمية دور العبادة بالنسبة للإنسان، فلا يمكن أن يعيش إنسان في بلد ما لا يوجد لديه مكان للعبادة. فلهذا طبعا عندما تكون هناك كفاية لدور العباية في المنطقة معناته أو في البلد بالتحديد، معناته بأن هذا البلد مرحب ويرحب بك. فلذلك عندما نقول بأن هذه الكاتدرائية ليدي أوف أريبيا تعتبر في الحقيقة عنصر هام جدا للمستقبل، لأنه يقول للكاثوليك في البحرين وخارج البحرين في العالم كله أنهم مرحب بهم وأنهم لديهم مكان للعبادة ومكان يستوعب، مكان كبير يستوعب هذه الطاقة الموجودة. بناء هذا الصرح المتميز للكاتدرائية الكاثوليكية الجديدة في المملكة تم خلاله استخدام أفضل التصميمات المعمارية وأرقى المواصفات المتطورة واستيفائها لكل المتطلبات الفنية الحديثة والآمنة لتأدية المشاعر الدينية بكل راحة وطمأنينة، مما جعل بناء الكنيسة والإبداع في جعلها تحفة فنية تحاكي فنون العمارة التراثية المسيحية لخدمة جميع روادها وزوارها من المملكة وخارجها. قيمة التسامح والتعايش السلمي توارثناها من الأجداد إلى الأباء إلى الأحفاد، فهذه القيمة هي متأصلة في قلوب وفي حضارة وفي تاريخ الشعب العظيم. وإحنا النهاردة في افتتاح أكبر كاتدرائية في الخليج، وجلالة الملك والمسؤولين عندهم بعد النظر، لأنه هذه رسالة واضحة جدا جدا لكل العالم أنه البحرين مع أنها بلد مسلم والقانون الشريعة الإسلامية، ولكن الانفتاح على الآخر، الانفتاح على الأديان وعلى الحضارات. طبعا الحدث النهاردة هو حدث كبير ومفرح لكل مملكة البحرين وبالأخص للطائفة المسيحية، افتتاح أكبر كاتدرائية للشرق الأوسط في مملكة البحرين. دي بتجسد الروح الطيبة اللي احنا عايشينها في أرض مملكة البحرين. حقيقي البحرين هي فلتة الطبيعة، عايشين روح التعايش السلمي والوئام والمحبة والسلام ما بين الجميع، وافتتاح الكاتدرائية النهاردة بيعزز الروح الطيبة اللي احنا بنشهدها. إن ما يتسم به المجتمع البحريني من تماسك وأصالة عززت روح التلاحم وتكريس المبادئ والقيم النبيلة على مختلف المستويات، وتظهر جلية من خلال تواصل كافة أفراد المجتمع ببعضهم البعض في مختلف المناسبات والفعاليات كأسرة واحدة، وهو ما يؤكد على وعي شعب المملكة الذي يتميز بروح التسامح والمحبة والترحيب بأهل الديانات الأخرى منذ عصور طويلة، حتى أصبحت نموذجا ناجحا في التسامح والتعايش والمحبة بين مختلف الأديان والمذاهب. افتتاح الكنيسة الكاثوليكية في مملكة البحرين هي رسالة تبعثها المملكة إلى العالم بأنها بلد التسامح والتعايش بين الأديان، وأنها ستبقى دائما مرساة للتسامح والسلام. لمركز الأخبار، خالد العون، تلفزيون البحرين.